والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم يا جماعة هنتكلم عن كتاب يكاد يكون من الكتب اللي الاسم بتاعها على مسمى، قذائف الحق، كتاب للمؤلف محمد الغزالي. والكتاب ده يعد من الكتب الممنوعة حاليا من النشر. تعالوا نعرف الأول، نتعرف الأول على المؤلف، على الشيخ محمد الغزالي. محمد الغزالي يا جماعة هو من مواليد السبت الموافق 5 ذو الحجة 1335 هجرية، الموافق 22 سبتمبر يعني 22/9 1917 ميلادية. توفى الشيخ محمد الغزالي رحمه الله السبت، سبحان الله، يعني يوم ميلاده يوم وفاته السبت الموافق 20 شوال 1416 هجرية، الموافق 9 مارس 1996 ميلادية. طيب، شيخ محمد الغزالي يعد من العلماء والمفكرين الإسلاميين المصريين، ويعد أحد دعاة الفكر الإسلامي في العصر الحديث. تعرف يا جماعة عن الشيخ محمد الغزالي، عن تجديده في الفكر الإسلامي وكونه من المناهضين للتجديد والغلو في الدين. مش التجديد اللي احنا بنسمع عنه اليومين دول اللي هو التجديد في الخطاب الديني، لا، الفكر الإسلامي الحق، الفكر الإسلامي الصريح الحقيقي اللي مفهوش مجاملة، اللي مفهوش مداعبة للطرف الآخر وللمصالح السياسية والحوارات دي. طبعا ما كانش متشدد في الدين كما يقول أبو العلا ماضي، كما عرف بأسلوبه الأدبي في الكتابة، واشتهر بلقب أديب الدعوة. سبب انتقادات الغزالي للأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي إن هو كان يعني ما عندوش مجاملات، قذائف الحق، قذائف الكلام، قذائف، مفيش فلاتر على لسانه بيطلع، لا هو بيتكلم الحق، قذائف الحق. من سبب له العدد الكثير من المشاكل سواء اثناء اقامته في مصر او في السعوديه. طبعا نشاته، ولد في قريه اسمها نجل العنب في ايتام البارود، محافظه البحيره في مصر. في 22 سبتمبر 1917 ميلادية. ونشأ محمد الغزالي في أسرة متدينة وله 5 أخوة، فأتم يعني حفظ القرآن الكريم من صغره بكتاب القرية وهو عنده سن 10 سنين. ويقول الإمام محمد الغزالي عن نفسه: كنت أتدرب على إجادة الحفظ بالتلاوة، يعني صباحا ومساء، يعني في غدوي ورواحي، وانا رايح وانا راجع، واختم القران في تتابع صلواتي،
يعني كان على طول بيختم القرآن أثناء الصلاة وقبل نومه، وفي وحدتي وأذاكر دائما القرآن في كل أوقاتي. وأذكر أنني ختمت أثناء اعتقاله في القرآن في السجن، أثناء اعتقال الشيخ محمد الغزالي، ونعرف الموضوع ده. فقد كان القرآن مؤنسا في تلك الوحدة الموحشة أثناء الاعتقال، والتحق بعد ذلك بالعمل بمعهد اسكندرية الديني الابتدائي، وظل بالمعهد حتى حصل منه على شهادة الكفاءة، ثم تم الشهادة الثانوية الأزهرية، ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة سنة 1937 ميلادية 1356 هجرية، والتحق بكلية أصول الدين بالأزهر، وبدأت كتاباته في مجلة الإخوان المسلمين في 1937. طبعا كان في الوقت ده اتعرف على الإمام حسن البنا وانضم لجماعة الإخوان المسلمين. أثناء دراسته بالسنة الثالثة في الكلية تعرف على مين؟ على الإمام حسن البنا مؤسس الجماعة. وظل الإمام حسن البنا يشجعه على الكتابة حتى تخرج بعد 4 سنوات من دراسته في 1941 1360 هجرية، وتخصص بعدها محمد الغزالي في الدعوة والإرشاد حتى حصل على درجة العالمية سنة 1362 هجرية 1943 ميلادية، وعمره وقتها كان 26 سنة. وبدأت بعدها رحلته في الدعوة من خلال مساجد القاهرة، وتلقى العلم على الشيخ عبد العظيم الزرقاني والشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد أبو زهرة والدكتور محمد يوسف موسى والشيخ محمد المدني وغيرهم من علماء الأزهر. سمي الشيخ محمد الغزالي بهذا الاسم الغزالي يعني رغبة من والده بالتيمن بالإمام الغزالي، فقد رأى في منامه الشيخ الغزالي وقال له إنه سوف ينجب. ده أبو محمد الغزالي بقى شاف في منامه قبل ما يتولد محمد ابنه إن هو هيشوف ولد، يعني ربنا هيرزق ولد ونصح أن نسميه على اسمه الغزالي، فما كان من الأب إلا أن عمل بما رآه في منامه. دراسته الشيخ الغزالي حصل على شهادة الثانوية الأزهرية زي ما احنا قلنا في 1937، ثم التحق بكلية أصول الدين يا جماعة في العام نفسه، التحق بكلية أصول الدين وتخرج منها سنة 1941، حيث تم التخصص بالدعوة والإرشاد، يعني تخصصه بكلية الدعوة والإرشاد، وحصل على درجة عالمية زي ما احنا قلنا قبل كده في 1943. انضم زي ما احنا قلنا في شبابه لما اتعرف على الإمام حسن البنا إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتأثر بالشيخ حسن البنا بفكره وآرائه، وسافر إلى الجزائر سنة 1984 للتدريس في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسطنطينة، ماشي؟ درس فيها الكثير من العديد من الشيوخ كالشيخ يوسف القرضاوي، برضه كان سافر برضه الجزائر، برضه درس في نفس الجامعة، والشيخ البوطي حتى تسعينات القرن العشرين. الشيخ الغزالي نال يا جماعة العديد من الجوائز والتكريم، فحصل على جائزة الملك فيصل للعلوم الإسلامية 1409 هجرية و 1989 ميلادية أثناء عمله بالسعودية. اعتقل الغزالي مع من اعتقلوا بعد حل جماعة الإخوان المسلمين سنة 48، بعد حرب 48 على طول، وأودع في معتقل الطور بعد سنة 1950، يعني بعد الثورة 1950 وجلاء الإنجليز عن مصر، نشأ خلاف بين الغزالي والمرشد حسن النديبي. حصل خلاف بينهم، مرشد جماعة الإخوان المسلمين وقتها، وخرج على أسرى الغزالي من الجماعة. يبقى يعني الشيخ الغزالي حصل خلاف بينه وبين حسن النديبي، وخرج قدم استقالة وخرج من الجماعة. طيب تعالوا نشوف عمله بقى. الشيخ الغزالي بعد تخرجه عمل إمام وخطيب في مسجد العتبة الخضراء، ثم تدرج في الوظائف حتى صار مفتشا في المساجد، ثم واعظا بالأزهر، ثم وكيلا لقسم المساجد، ثم مديرا للمساجد، ثم مديرا للتدريب، فمديرا للدعوة والإرشاد. وفي سنة 1971 اللي هو الموافق 1391 هجرية، سافر في إعارة للمملكة العربية السعودية، وعمل أستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة،
وادرس في كليه الشريعه بقطر. يبقى هو سافر السعوديه وسافر قطر وسافر الجزائر، وفي سنه 1401 هجريه 1780 عين وكيلا لوزاره الاوقاف بمصر، كما تولى رئاسه المجلس العلمي لجامعه الامير عبد القادر الجزائري الاسلاميه بالجزائر لمده 5 سنوات، وكانت اخر مناصبه يعني. ده طبعا دي ايه الموضوع بتاع ايه الفكره عامه عن الشيخ محمد الغزالي ونشاته ودراسته وتاثره بالمحيطين به. تعالوا بقى نتكلم عن وصف الكتاب بقى. وصف الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو قضاء في الحق، منذ انتصرت كلمه التوحيد يا جماعه واعلى الله تعالى وتبارك شان الاسلام والمسلمين، انتشرت عقيدتهم في كل بقاع الارض. طبعا بعد وفاه الرسول وفي عهد الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى بدات تحاك الدسائس والمؤامرات. ايامها كان الفرس والروم واليهود، طبعا الاسلام في حرب منذ يعني منذ النشأة، بقصد اضعاف هذا الدين وصد اهله عن سبيل الله. طبعا مش هنستغرب لو راينا من وقت لاخر نشوف ناس تطلع وتشكك في الدين وتتكلم عن موضوع تجديد الخطاب الديني وما ناخدش بالسنه وناخد بالقران بقى، والسلف الصالح والسلفيين وامهات الكتب لا، ونعيش عصر العلم والعلمانيه والحوار ده يا جماعه. ماشي؟ وتلاقي كمان بيبدا اللي يشككك في الدين من المسلمين، ده المؤسف. وتجد سذاجه من ابناء هذا الدين وغفلتهم كانت الباب الذي دخل منه اولئك المشككون والمرجفون. يعني بدات بقى ايه دخل في جماعه المستشرقين يشككوا في الدين من خلال ايه المسلمين اللي هم بداوا ايه شغل العلمانه بقى والعلمانيه والحوار ده. واخذت اساليب الهجوم صور عديده على الاسلام منذ الحروب الصليبيه يا جماعه التي شنت على المسلمين احداها وما حاكمها وحكامها، وبعد كمان نشأ دولة إسرائيل بعد حرب 1948 ووعد بولفور والحوار اللي احنا ايه عارفينه. والغرب طبعا سعى ان هو يزرع إسرائيل في المنطقة ده لإضعاف الإسلام، وطبعا بدأ يؤازر إسرائيل ويمدها بالسلاح زي ما احنا عارفين من صور الحرب التي تنشأ على المسلمين. لقد كان الإسلام وما زال دينا صالحا لكل زمان ومكان، فهو الاسلام دين ودوله يا جماعه. يعني ما حدش يقول لك لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه، لا، الاسلام دين ودوله مع وهو يكفل لمن لم يعتنق حريه العباده. يعني اللي مش هيعتنق الاسلام، الاسلام ما اكبرش، الاسلام عاش في عهد المسلمين في الاندلس اليهود والنصارى وخدوا حقوقهم اكتر ما كانوا عايشين مع اللي هم ايه النصارى نفسهم واليهود نفسهم. حتى ان اهل الكتاب قد نعموا بالحريه لم يشهدوها الا في ظل الاسلام. هنتكلم يا جماعه عن وصف الكتاب وناخد فكره عن الكتاب اللي انا ان شاء الله هحط لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو. لان الكتاب ده حصل عليه ضجه كبيره جدا يا جماعه. في بعض الناس سموه قذائف الكذب، وطبعا رد على الكتاب ومعارضه لما نشر في الكتاب. وان شاء الله انا هحط لكم كل الروابط اسفل الفيديو اللي مدح الكتاب واللي ذم الكتاب، لان الكتاب بصراحه يا جماعه يستحق ان يعني القراءه، لان الكتاب فيه اسرار وفيه حاجات كتيره جدا. المهم هنتكلم عن الكتاب ناخد فكره عنه. زي ما قلنا ان ايه كلمه التوحيد من ذو القدوم الازل وهي تحارب. يعني طبعا زي ما احنا قلنا من ايام الحروب الصليبيه وقبل الحروب الصليبيه والفرس والروم وزي ما انتم عارفين، وكان الاسلام ما زال الدين الصالح لكل زمان ومكان، فهو دين ودوله زي ما احنا قلنا. هو يكفل لمن يعتنق حريه العباده حتى ان اهل الكتاب قد نعموا بالحريه لم يشهدوها الا في ظل الاسلام زي ما احنا قلنا في الاندلس. ومن واقع الحال اللي احنا شايفينه الان، المؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد الغزالي بدأ يكشف حقيقة ما يتعرض له الإسلام والمسلمون. طبعا الحقيقة باينة زي الشمس يا جماعة، واضحة، بس طبعا في يعني عدم في
شيء من الايه التعميم، او نسميه مثلا عمل ستاره على الحقيقه عشان ما تبانش، تعتيم للحقيقه لايه الاهداف السياسيه ومطامع دنيويه، مبنيا على ان الهجوم على المسلمين كهجوم ثقافي يتسلله خفيه الى النفوس بوسائل عديده، وان العرب هم المستهدفون والمسلمون من وراء تلك الهجمات لانهم دماغ الاسلام رحمه. وقد اثر المؤلف ان يكون صريحا في كتابه، لان الحقيقه بتزعل، الحقيقه تريد من يشير اليها مباشره لام يدور حولها. يعني الحقيقه طبعا فيها مشاكل، كما يكشف هنا عن الدور الذي يقوم به مراكز التبشير في محاربه الاسلام ومهاجمه القران الكريم، وفي كل هذا يلتزم جانب الدفاع لا الهجوم، هو بيدافع ما بيهاجمش. الكتاب عباره عن 8 فصول، وهنعرف الفصول بتاعته. الفصل الاول هنتكلم عنه، بيبحث في بعض المعتقدات التي وردت في العهد القديم وافتراءاته على الله وعلى المرسلين، كاشفا عن الهدف الحقيقي وراء تزوير اليهود للتوراه. اما الفصل الثاني يا جماعه بيتكلم عن فيما يتعرض له ابناء المسلمين من هجمات على عقيده التوحيد، لديهم متجليات العذراء، بيتكلم عن الرمح المقدس والحقيقه العلميه المطارده، بينما يكشف في الفصل الثالث عما يريده البعض من الاسلام تاركا الحقائق تتكلم. اما في الفصل الرابع فيتعرض فيه لمعلومات تفضح نيات المبادره للاسلام ويقدم صوره من صور الهجوم على الاسلام وعلاقته بالاخوان المسلمين. وفي الفصل الخامس بيقول بعض الشبهات التي اثيرت حول الاسلام، ويرد هنا عن عشرات المطاعم ضد الاسلام، ويعالج في الفصل السادس موضوع الدعوه الاسلاميه وسياسه بعض الحكام. اما في الفصل السابع فهو مبحث في سياسه الحكم والمال في الاسلام ونظره اسلاميه الى التحرك الشيوعي والى الماديه. اما في الفصل الثامن فيؤكد فيه المؤلف ان لا دين حيث لا حريه، مبينا ان الاسلام منتصر حتما. طبعا هنتكلم عن موضوع الفصول دي تاني في حوار تاني. طبعا انا ان شاء الله هسيب لكم الرابط بتاع كل الكلام ده في اسفل الفيديو، وهسيب لكم رابط تنزيل الكتاب. طبعا في بعض المواقع الثانيه بيتكلم برضه عن الكتاب، ان بيقول ايه بقى؟ ان المؤلف هنا بيقول من اهم كتب الشيخ الغزالي كتاب قذائف الحق، هو ممنوع من النشر في اغلب الدول العربيه، لكن يمكن تحميله من النت، احنا هنزله لكم من النت دلوقتي وهحط لكم الرابط بتاعه. الكتاب فيه العديد من قذائف الحق التي يطلقها الشيخ رحمه الله، موضحا الكيد ضد الاسلام والدعوه من الداخل والخارج. يقول تعالى، يقول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذ هو ظاهر ولكم الويل مما تصفون. طبعا الكلام ده يعني طبعا في شيء من بيزعل بعض الناس، بالذات الحكام والقاده والناس اللي بتدور على الكرسي والمنصب. هنا بيرد الشيخ على شبهات من منطلق اسلامي وعقلاني. بيتكلم الشيخ ويشرح ان الدكتور محمد الغزالي من 50 سنة عندما عقلت ما يجري حوله، يعني لما عرف اللي بيدور حواليه ادرك ان نصف الاسلام ميت. من 50 سنة ادرك ان نصف الاسلام ميت او مجمد، وان نصفه الاخر هو المأذون له بالحياه. طبعا المأذون له بالحياه اللي بدأوا بقى الدوله العلمانيه، يعني اللي ما بيتكلمش في الدين، بيتكلم بس في الايه في الحياه، او الحركه الى حين واحسست ان هناك صراعا يدور في الخفاء. ده الشيخ الغزالي اللي بيقول احيانا وعلانيه حينما بين فريقين من الناس، فريق يستبقي النصف الموجود من الاسلام، يعني لسه بيدور وبينبش النصف الموجود من الاسلام ويدفع عنه العوالي وبيدافع عن الاسلام ويحاول استرجاع النصف المفقود، يحاول يرجع النصف المفقود من المسلمين ويلفت الانظار الى غيابه. وفريق اخر بيضاعف الحجم، يعني يضاعف التعميم وانه يخبي على النصف الغائب ويريد ليقتله قتلا. ماشي؟ وهو في الوقت نفسه يسعى لتمويت النصف الاخر واخماد انفاسه واهاله التراب عليها يا جماعه. كلما طال بي العمر، ده الشيخ الغزالي بيقول، كنت الاحظ ان المعركه بين الفريقين تتسع، بين الحق والباطل، دائرتها وتشترك فيها اذاعات واقلام. الاعلام بقى يا جماعه اللي احنا شايفينه ده، الكلام ده ايام الغزالي بيتكلم، يعني الكلام ده بيقوله في الثمانينات او التسعينات. شوف احنا دلوقتي في 2000 و2020،
في الانترنت والموبايلات والحوار، وجماعات وحكومات ومناقشات ومؤامرات، وكانت الحرب سجالا بين الاثنين، بين الحق والباطل. وربما فقد المؤمنون بعض ما لديهم وروعوا بعض ما احرزوه خصومهم، وربما كان العكس، وفي كلتا الحالتين تنضم الى معسكر الحق قوى جديده وتنضم الى معسكر الباطل برضه قوى اخرى، ويزداد الصراع حده بين معسكر الباطل ومعسكر الحق. وكلما لاح ان الساعه الحاسمه تقترب ونحن ننظر هذا الكتاب في ظروف شديده التعقيد، الاسلام يريدون الانتهاء منه ويريدون استغلال المصائب التي نزلت بامته كي يبنوا انفسهم على انقاذها، يريدون بايجاز القضاء على امه ودين. وقد قررنا نحن ان نبقى وان تبقى معنا رسالتنا الخالده، او قررنا ان تبقى هذه الرساله ولو اقتضى الامر ان نذهب في سبيلها عشان يرثها الاجيال اللاحقه. من اجل ذلك الشيخ الغزالي بيقول: نرفض ان نعيش وفق ما يريد غيرنا او وفق ما تقترحه علينا عقائد ونظم حديثه دخيله علينا. هذا الكتاب من تاليف الشيخ محمد الغزالي، اللي احنا هنتكلم اللي احنا هنسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو. طيب تعالوا بقى نشوف يعني ايه الكتاب زي ما احنا شفناه دلوقتي واتكلمنا عن الشيخ محمد الغزالي. تعالوا نشوف الابواب بتاعه الكتاب. الابواب بتاعه الكتاب، هو الكتاب بيكون من حوالي، يا جماعه بصوا الكتاب فيه ايه، عدد صفحاته 340 صفحه ماشي. دار النشر بتاعته دار القلم في دمشق، حجمه 5 ميجا. الكتاب بيدافع عن الاسلام ضد الهجمات اللي هي المعاديه للاسلام. الكتاب عباره عن 8 فصول. الفصل الاول زي ما قلنا الفصل الاول العقل اولا، بيتكلم على العقل اولا، ثم ننظر فيما يقال: هل يترك المسلمون القرار لهذه الاقوال عن الله؟ ده كل ده الفصل الاولاني. زعم اليهود الله يتعب ويجهل ويندم وياكل ويصارع العهد القديم وافتراءاته على المرسلين. العهد القديم وافتراءاته على المرسلين بعد افتراءاته على الرجل. نوب السكير واسرته، لوط الزاني، ابراهيم الديوس، يعقوب المحتال، هدف اليهود من تزوير التوراه، لماذا نرتد عن ديننا وماذا نختار بدله، هنستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير. طبعا ده الكتاب بيتكلم في الفصل الاولاني. طيب تعالوا نشوف الفصل الثاني، بيتكلم عن تحرك ضد عقيده التوحيد ليتعرض له ابنائنا حول صلب المسيح، صلب عيسى، المنشورات وما تدمرت من اوهام، الاسلام اقوى بكثير من هذه التفاهات، قصه الله محبه وموقف مختلف الاناجيل منها، تجليات العذراء، الروح المقدس، الحقيقه العلميه المطارده. اما الفصل الثالث فبيتكلم عن ايه؟ ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ تقرير رهيب، الحقائق تتكلم، نحن نريد الحفاظ على وحده مصر الوطنيه. الفصل الرابع بيتكلم عن الاسلام وجماعه الاخوان، وتقرير يفضح نيات امويه الاسلام، صور من الهجوم على الاسلام وذاته. احنا قلنا برضه حصل كلام زي ما قلنا بينه وبين المرشد الهبيبي واجل السقاله سنه 1950 وطرد جماعه الاخوان المسلمين. بيتكلم بقى طبعا، وهنا في الموضوع ده بيحاربوا في بعض الكتاب، هسيب لكم الرابط بتاعته، اللي هو بيقول لك ايه، قذائف الكذب مش قذائف الحق، تحقير الماضي، تزوير التاريخ، القوميه العربيه ومعناها، فتح المجال على مصراعي ضرب الاسلام، العداله العربيه، صفحات من مذكرات معتقل طبعا اثناء اعتقاله. الفصل الخامس شبهات من كل مكان، غلطه فلكيه، الكسوف والكسوف، غلطه جغرافيه، الشهاب الراصد، خزان المياه، فهم عجيب، نبي مرعب، نماذج لتحريف الكلم، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المداد القرآني، حديث الذباب، أساطير العهد القديم. الفصل السادس يتكلم عن الدعوة الإسلامية وسياسة بعض الحكام، اللي هو الذئب الأغير، الإسلام في كوريا، أندونيسيا المسلمة، سماسرة الفاتيكان، قبرص، العقيد النصارى الناصري، العقيد الناصري. الفصل السابع بيتكلم عن سياسة الحكم والمال في الإسلام، نظرة في التحرك الشيوعي، حوار مع ملحد، الإيمان حق والإلحاد وهم،
بين العلم والإيمان، العرب بدون إسلام صفر، الإسلام موقظ لا يخدر الشعوب، المادية حركة رجعية. الفصل الثامن بقى والأخير، لا دين حيث لا حرية، يا للرجال بلا دين، مشهورون ومجهولون، التنادي بالجهاد، دين زاحف رغم كل العوائق، قال الإنسان وقال الحيوان، حول خرافة تحديد النسل، محنة الضمير الديني هناك. هذه المقررات لا نريد أن تنسى. أسئلة وأجوبة يا جماعة. طبعا ده كل ده بيتكلم عن إيه محتويات الكتاب. تعالوا بقى نشوف الحوار بقى اللي دار مع يعني إيه وأشار عليه الكتاب أثناء كتابة الشيخ الإمام محمد الغزالي في كتابه كتاب الحق. اتكلم الشيخ الإمام الغزالي في كتابه عن البابا والسادات وقصة الصراع التاريخي مع الرئيس المؤمن. هسيب لكم كل ده الروابط بتاعت المقالات دي وإيه واللي واضحة فيها أكتر، كل ده إن شاء الله هسيبها لكم في روابط أسفل الفيديو، وهسيب لكم صور تكاد تكون جديدة، صور هتشوفوها دلوقتي. هنا تاني في إيه تاني؟ أسرار لأول مرة عن عزل السادات البابا شنودة ورفض مبارك عودته على الهواء. طبعا هنا في إيه بقى تاني؟ هنشوف بعض المعارضين لكتاب قذائف الحق. في كاتب اسمه سمير عمر بيتكلم عن قذائف الكذب. برضه نشوف رأيه ونحترم الرأي الآخر ونشوف رأيه، وهسيب لكم الرابط بتاعه أسفل الفيديو. بيتكلم عن قذائف الكذب ردا على قذائف الحق للإمام محمد الغزالي. في بعض المقالات الأخرى حكاية الشيخ الغزالي مع مرشد الهديبي محمد الأباصيري طبعا في 2016، هسيب لكم الرابط بتاعها أسفل الفيديو. قذائف الكذب ده 2 مارس 2021. برضه هنشوف التقرير اللي اتكلم عنه قذائف الحق الشيخ الغزالي، تقرير لازم وصف الشيخ محمد الغزالي رحمه الله بالتقرير الرهيب في كتابه الممنوع من التداول في مصر قذائف الحق. كل الشيخ محمد الغزالي كنت في الاسكندريه في مارس سنه 1973 وعلمت من غير قصد بخطاب القائد باب شنودة من الكنيسه المرقسيه الكبرى في اجتماع. هنشوف الكلام ده كله ان شاء الله في رابط هسيبه لكم اسفل الفيديو اسمه عن التقرير الرهيب من قذائف الحق. هنا برضو البابا شنودة من الصدام مع السادات الى المزاج الى المزاح مع مرشد الاخوان. هنا البابا شنودة برضو سيبلكم برضو مقال بيتكلم فيه البابا شنودة من الصدام مع السادات الى المزاح مع مرشد الاخوان في كتاب قذائف الحق. ذكر الشيخ محمد الغزالي المفكر الاسلامي الراحل شيئا من مخطط وضعه البابا شنودة عام 93 لبسط سيطره المسيحيين على مصر وفقا لمزاعم الغزالي. ده ايه؟ ده راي الايه الكاتب. احنا هنا يا جماعه بنوجه ان جميع الاراء المنشوره في الفيديو ده، جميع الاراء المنشوره في الفيديو بتعبر فقط عن راي كاتبه وليست بالضروره تعبر عن راي صاحب الفيديو او الناشر. يعني طبعا الحاجات دي كلها موجوده على الانترنت، احنا مش جايبين حاجه من دماغنا يا جماعه. الحاجات دي كلها موجوده على الانترنت والروابط بتاعتها هسيبها اسفل الفيديو في الوصف عشان ما حدش ايه يبالغ او يروح بذهنه الى بعيد. جميع الاراء المنشوره مكتوبه واحنا ايه مجرد ان احنا بنوصلها لكم وتعبر فقط عن راي كاتبها وليس بالضروره تعبر عن راي الفيديو او عن راي صاحب القناه. ماشي يا جماعه؟ طبعا البابا شنودة من الصدام مع السادات الى النزاح مع مرشد الاخوان. كده يا جماعه نكون غطينا عن موضوع الكتاب وعن الاراء اللي حواليه والانتقادات اللي دارت حوالين الكتاب حتى الان. حتى الان يا جماعه حتى الان يعني مهم جدا ان انت تطلع على الراي والراي الاخر، ومهم جدا ان انت تقرا يا جماعه. القراءه مهمه جدا، في حاجات بيتم حجبها مخصوصا لاهداف دنيويه مش اخرويه، لاهداف دنيويه، لاهداف سياسيه واهداف كذا وكذا عشان ما تزعلش فلان وتزعل فلان. طبعا مهم جدا المؤمن والمسلم الحق ان هو يقرا الراي والراي الاخر ويشغل دماغه ويشغل عقله، ومن خلال القراءه الراي والراي الاخر تقدر انت تستنبط الحقيقه وتعرف
هل هي قذائف للحق ام هي قذائف كذب؟ طبعا انا هنشر الفيديو ده ان شاء الله واسيب لكم الرابط بتاع كل المقالات والكتاب اسفل الفيديو في الوصف، وان شاء الله منتظر تعليقاتكم. الى اللقاء في كتاب اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.